السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل أتحسب لينكس اسم المودم حقكم. حسبي الله عليك. واحد بغير ذكر اسمه، يعني أحد من الشباب أرسل لي يقول لي ثيم، ما أدري وش اسمه هذا اللي نحاطه، ثيم اللي استخدمه حاليا، قال لي يركب عند 7. حسيت الرجال مضيع شوي. المهم طلع ما أدري شنو أتكلم عنه وريش السالفة، وصرت اتكلم كل وقت شكلي مع ناس ما يدرون ايش انا اقول. لينكس نظام تشغيل زي الويندوز، الله يجزاكم خير، تشغل جهازك وبعدين يشتغل مثل ويندوز اكس بي ويندوز فيستا وغيرها، مثل ماكنتوش، بس انا احسن من هذا وهذا 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 بعده مميزات. المهم اليوم بختار عن يعني موضوع اللي هو شلون تختار توزيعك، شلون تختار توزيع مناسب لك. كثير من لينكس تسمع توزيع الفلانيه توزيع الفلانيه الاصدار الفلانيه. كلمت قبل قلت لك لينكس عباره عن نواه تم تركيب اشياء عاليه، يعني انا اجيب نواة لينكس وحطها الشغلة هذه والشغلة هذه والشغلة هذه عشان تطلع نظام قابل للاستخدام بطريقة معينة، يعني تصلح لي او ما تصلح لي. ممكن انك تجيب نظام اللي هو لينكس، طبعا ما اكلم انا شخص عادي، ممكن يجيب يعني شخص محترف مثلا يقول ابي اوجه النظام هذا للسيرفرات، فسووا توزيع مثلا اسمه سنت او اس للسيرفرات، طلع لك ابونتو مثلا للمستخدم العادي المستخدم محترف غيره، علشان تصير سهل له. في عندك توزيعات كثيرة، طيب شلون تختار التوزيعة المناسبة لك؟ الموضوع إن شاء الله مو بصعب، تمام؟ خلونا نشوف أنا اخترت هنا ورشحت توزيعات معينة. أول شيء رشحت توزيعات لينكس مينت، والسبب إنه سهلة. مثل ما قلت لك قبل، بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي، إنه لو حبيت أختار توزيعة، صراحة أنا نظر الشكل قبل أي شيء، إذا كان شكله حلو ممتاز، نظر مميزاته بعد. لكن شكله شين وتبين نظر مميزاته مع نفسك، مع علمك يعني انه احيانا المميزات زينه وممكن تخصص شكله بشكل معين، مثل توزيعة مثلا كرنش بانج اسمه، شكله ولا بريال يعني وع سودا وما ادري ايش، لكن مميزاته زينه سريعه ومن هالكلام. ممكن انك تاخذها انت تعدل عليها حسب خصائصك وحسب اللي تحتاجه. وطبعا هذه ميزه لينكس انه ممكن تخصص على كيفك. هذا لينكس مينت وسريع مبني على الوبونتو، دائما تسمع توزيعه بنيت على توزيعه. شلون بنيت توزيع؟ انا باخذ لينكس مينت، اوكي معجبتها ببرامج بهباء الى اخره وسهله، اخذه واحط عليه مثلا اضافات عربيه، برامج اسلاميه، واسمي مثلا اسلامك لينكس مينت، وتصير لينكس مينت الاسلاميه. هذه هي طريقه بناء توزيع على توزيع. طبعا هذه بنيت على بونتو. التوزيع الثاني اللي رشحه توزيعه البونتو، السبب انه برضه سهله وتقريبا اسهل من المنت، يعني المنت سهل لكن بالوقت هذا كتركيب يعني الابونتو اسهل من المنت، لانهم حطوا لك زي ما تقول جميع الخصائص، تركبها عن طريق سي دي عن طريق يو اس بي، كلهم طلعوا بنفس الطريقه، يعني كل توزيعات تركبها عن طريق السي دي يو اس بي. لكن هذول لما تيجي تركب شوف شو يقول لك، تبي تحمل السي دي عادي، تبي تحمله على سي دي او يو اس بي مثلا ذاكره، تضغط هنا مثلا يو اس بي، شوف يعطيك الخطوات شلون تنزله على فلاش ميموري، تصير بدون سي دي. في توزيعه ثالثه اللي اوبن سوز، من اوبن سوز كبير، يعني من اوبن سوز شكله خضرة كشتة، يعني طبيعة هو فلة، وبعدين شعاره فلة بعد، شوف الشعار حقهم بس عشان ناخذ اسم الموقع. عموما اسماء المواقع بتصير موجودة تحت ان شاء الله بالشرح اللي على الفيديو. هذا اوبن سوز، وهذا عندكم اللينكس مينت، هذا الابونتو طبعا مو بصعب الابونتو. وبالنسبه للفيدرا، هذا الفيدرا بروجكت، الفيدرا تقريبا للمستخدم المحترف، لكن اذا انت مو محترف وحاب تجرب وتعترف ادخل الفيدرا حلوه. انا ما حبيت الفيدرا لانه دبياني، انا يعني الشيء اللي فيه مبني على الدبيان انبسط عليه، بنفس الوقت انه فيدرا يعني هدف غير تجاري، العفو الدبيان هدف غير تجاري، الفيدرا هدف تجاري بحيث انه الشركه ريد هات هي اللي تسويه، شركة ذات تجارية، وأنا ما أحب أشتغل مع الشركات من الآخر. عجوبة مبنية على الفيدرا، تمام. ميزة العجوبة أنا عربية بحتة، في دعم عربي له، هذا موقعهم طبعا. إذا أنت حاب تستخدم توزيع عربية مباشرة هذه هي العجوبة. أنا ما استخدمتها إلا مرة قبل تقريبا 4 سنوات ولا استخدمتها الحين، ما حبيت موضوع إنه يكون مبنية على الفيدرا. هذا شيء طيب. هذا بالنسبة لكيف تختار توزيعتك، شوف الأشياء اللي أنت تحتاجها، برامج اللي تحتاجها وتحصل باللي تبي. في
فيها ايضا شيء معين ابيكم تشوفونه اللي هو هذا. هذه عبارة عن شجرة عائلة لينكس. فانت اذا على بالك انك بتدور توزيعة لينكس حط ببالك انك تبي تدخل كل هذا ولي. اذا انت يعني ناوي شوف ايش كثر التوزيعات عندك. هذه مثلا ديبيان، طبعا ديبيان هي يعني اقدم توزيعات لينكس واكثرهم يعني مرونة واكثر برامج. هذا الديبيان، شوف الاشياء اللي بنت عنها. خلو اروح اقول لك ابونتو قبل شوي، صح؟ هذا ابونتو، تمام. شوف الابونتو مثلا مبنى عليه منت، فلو حبيت تختار توزيعها انت تقول ابي توزيع ديبياني، ادخل على ديبيان شوف وش توزيعات طبعا وش حاب انها تكون. تبي مبنية مباشرة على ديبيان خذ اي واحدة مباشرة، يعني مش مغالها خط هذا، هذه مبنية مباشرة على ديبيان. لكن مثلا لو حبيت شيء يكون مبني على ابونتو، هذا شيء انا رشحه، روح لما الابونتو وشوف الاشياء اللي مبنية عليه. ليش؟ لما بتطلع يعني سهلة مثل الابونتو وباهر برامج حقت الابونتو، فراح تشوف اشياء كثيرة. من الاشياء اللي انا رشحها طبعا من توزيعات الابونتو برضو، هنا في عندك كي ابونتو اللي بتوزيعات كي دي اي، في عندك منت، في ايضا في زورين، وين زورين، في اورورا، لكن اورورا هذا عبارة عن نظام سحابي، في ابونتو لايت سريعة، ايضا في عندك ال ابونتو برضو سريعة، في عندك في واحدة انا شايفها هنا قبل شوي، في جولي كلاود، جولي كلاود برضو جلو حقت شو اسمه نظام سحابي، في عندك ايزي بي سي هذه تنفع للنوت بوك، في عندك الاكس ابونتو برضو حلوة او الزوبونتو، في عندك كيوي، وين كيوي، هذه كيوي، كل التوزيعات حلوة يعني. لو ننزل شوي ناخذ فكرة بعد عن باقي التوزيعات، مثلا شوف فيديوها مثلا، او خلونا نروح على سلاكوير. سلاكوير يعني كبيرة برضو تعتبر، يعني انا بالنسبة لي انا افضله على الردهات لعدة اسباب. السبب الاول انه يعني مما تلبس طاقية حمراء. هذا السوز، السوز مبني على سلاكوير، لاحظ السوز هنا والاشياء اللي بنيت على السوز، طبعا فيه هنا توزيعات مستقلة. نجي اخر شيء الردهات، طبعا الردهات هذه هي. وين الفيدراء؟ تحصل هنا مندريبا مثلا، وين هي مندريبا؟ اعتقد انها هنا اذا ما نبواهم. لحظة، هنا في هنا التوزيعات اللي انبنت هذه، لكن وين راحت الفيدورا؟ نهب المنطقة هذه. شكل في واحد منكم يشوفه الحين. في بي سي لينكس مبنية على الريد هات، مبنية على الفيدورا بالأصح، بس وين الفيدورا الحين؟ والله توي ادري انها مبنية مباشرة. في البي سي لينكس، البي سي لينكس حلوة كشكل كتخصيص برضه مسهلينها جدا. في عندك هنا بعض التوزيعات، فعشان كذا انصح الشباب مثلا ارتش، ارتش طبعا توزيع الحالة، توزيع حقت ناس مهلوسين، تمام، توزيع جربان لا تقربكم، يعني اذا كنت ناوي تصير يعني جربان معهم، عفوا يعني مو جربان جربان، بس هذه كلمة ذكرها واحد من الشباب. توزيع دي حقت ناس يعني انت تحب تخصص، لان هذه افضل توزيع للتخصيص، فلما تركبه ما راح تركب مع اي شيء، انت راح تركب كل شيء، حتى تركب القطاع الداخلي للنظام، يعني مثلا كارت الشبكة وين، والاتصال من وين، والدخل، يعني ما في شيء تلقائي، كل شيء بتسويه. في مثل بعض التوزيعات لاحظ هنا انهم جلسوا ما في لهنا عيال او بنات، والسبب العنوسة عنسوا، فعشان سيدة تزوج الله يصلحكم يا شباب، خلوا البنات الناس يجيبون عيال وصروا مثل ديبيان ما شاء الله، شوفوا كثر عياله، شوفوا هذول معنسين جلسوا هنا، يلا كل واحد يروح الحين يمسك الباب وشوف البنت حلال تزوجها. الى هنا انتهيت. استفسارات اسئله يا مرحبا، كالعاده حركات السبسكرايب والفله لا تنسونا، وخير يعني نهايه درقن 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 درقن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.